السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في رمز جديد بإذن الله تعالى ورؤية جديدة، وهي رؤية القط في المنام. هذه الرؤية كثيرا منا من يرى القط في المنام ويكون خائف ويكون قلق من هذه الرؤية، مع أن هذه الرؤية فيها دلالات كثيرة مبشرة بالخير. من هذه الدلالات إذا رأينا قط أبيض أو قط صغير في البيت فللمتزوجة يدل على إن شاء الله بإذن الله تعالى على بشرى بحمل لها إن شاء الله تعالى. إذا رأينا قطة أو قط يتودد لأحد منا في البيت وليس باللون الأسود، فهذا يدل على شخصية أو أنثى إن شاء الله تكون صديقة جيدة أو صاحبة جيدة لأهل البيت أو لأحد من أهل البيت بإذن الله تعالى. أما إذا رأينا قط أسود أو رمادي ويحاول مهاجمتنا، فهنا إذا كان الأمر متكرر فهنا يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا ونرقي أنفسنا، لأن هذا يدل على عارض من الجن. إذا أتى القط ودخل البيت فربما أن العارض هذا موجود في البيت. إذا كان رأينا القط الأسود أو القط الرمادي موجود في البيت ولا يرضى أو لا نستطيع أن نخرجه من البيت، فهذا يدل على العارض فعلا وأنه في صعوبات وعلينا بالرقية. إذا رأينا القط الأسود أو الرمادي عضنا، فهذا يدل على أن أصبنا بهذا العارض ونحتاج لرقية حتى نتخلص من هذا بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لو رأينا قط أبيض أو قط أصفر أو أي لون آخر، فهذا يدل على أشخاص جيدة ما دامت هذه القطط أليفة. أما إذا كانت شرسة فربما أن هذه تدل على أشخاص في حياة الرائي، متسببة له في أذى ومتسببة له في مضايقات، متسببة له في متاعب في حياته، قاصدين أن هم يأذوه في حياته. إذا كانوا هذه القطط في البيت فهذا يدل على الأذى من الأقارب ومن الأهل. أما إذا كانت في الشارع فهذا يدل على أشخاص آخرين، والله أعلى وأعلم. بكده نكون اتكلمنا عن بعض الرموز البسيطة عن القطط في المنام. يريد نكون وصلنا معلومة واستفدت منها. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.